السلام عليكم طلبتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، نحييكم مرة أخرى في تكملة في سلسلة من المحاضرات الخاصة في مقرر الكهربائية لطلبة جامعة الكوفة في كلية العلوم قسم الفيزياء. بعدما أكملنا الفصل الأول الخاص في مجال الكهربائي والشحنات وإيجاد المجال الكهربائي، وثم انتقلنا للفصل الثاني اللي هو قانون غاوس، القانون المهم في حساب المجالات الكهربائية في تطبيقات عدة مهمة من شحنات أو سلك أو قرص أو إلى آخره. الآن ننتقل إلى الفصل الثالث الخاص والمهم أيضا، هو إيجاد الجهد الكهربائي لشحنات وحسابه، وكيفية حساب المجال الكهربائي من خلال حساب الجهد الكهربائي، وما هو فرق الجهد الكهربائي وإلى آخره. فأما الفصل الثالث فراح يتكون عندنا من عدة محاور مهمة. المحور الأول راح يكون هو نسلط الضوء على الجهد الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي. أما المحور الثاني الفرق الجهد الكهربائي في داخل مجال كهربائي منتظم. المحور الثالث يضم طاقة الجهد عند الجهد الكهربائي وطاقة الجهد، وإيجاد المجال الكهربائي من خلال الجهد الكهربائي. أما المحور الرابع راح يكون هو الجهد الكهربائي لشحنات مستمرة، مثل ما حسبنا للشحنة كيفية حساب القوة كولوم إذا كانت عندنا شحنات مستمرة، ومثل ما حسبنا المجال الكهربائي إذا كانت شحنات مستمرة، وبنفس الطريقة كيفية حساب الجهد من خلال شحنات لا نهائية أو مستمرة. وأخيرا عندنا الجهد الكهربائي الناتج من خلال شحنة موصل. نجي إلى المحور الأول اللي هو الجهد الكهربائي والفرق الجهد الكهربائي. قبل ما نسلط الضوء على الجهد الكهربائي وفرق الجهد، هناك أريد أسلط مقدمة بسيطة. عند وضع شحنة كهربائية أو شحنة اختبارية بين نقطتين A و B، يعني تبعد بيناتهم مسافة هي ds، فد إزاحة معينة، أكيد راح يكون هناك شغل مبذول على الشحنة، شغل مقداره قوة مؤثرة على الشحنة الاختبارية حتى نوصلها أو تقطع مسافة ds خلال b، اللي تساوي لنا الشغل المبذول راح يكون القوة المسلطة على الشحنة الاختبارية مسافة دي اس، هذا قيمة الشغل. بما أن القوة متجهة وهي القوة الكهربائية، والدي اس هي الإزاحة أو المسافة الفاصلة بين اي وبي، وبالتالي نقدر احنا نعوض عن قانون القوة، قانون القوة اللي ماخذينه بالفصل الأول واللي وضحنا عليه، يساوي لنا الشحنة في المجال هي هاي الشحنة الاختبارية. وأخيرا أنه نقدر نجد طاقة الجهد الآن للنظام، إذا هنا عند انتقاله للبي فإنها كسبت طاقة من الجهد يساوي لنا كيو ناقص كيو نوت اي دي اس، هذا الناقص منين يجي طلاب؟ اللي يصحوا لها طاقة الجهد بالتكامل، راح أكيد راح يعطينا الطاقة الكلية للنظام. طلاب هذا يذكرنا إذا تذكرون عند رفع كتلة معينة إلى الأعلى، أي كتلة معينة سواء كان موبايل أو مثلا لابتوب أو ماوس أو أي كتلة، أي جسم يملك كتلة تقدر أنه ترفعها إلى الأعلى، أكيد راح تبذل قوة، القوة وشغل حتى ترفعها إلى الأعلى، إلى أعلى نقطة. وبالتالي عند زوال القوة المؤثرة أو قوة الرفع الخاصة لرفع الكتلة، أكيد الجسم راح يكون تلقائيا يسقط إلى الأسفل. هنا تقريبا نفس الوضع طلاب، أنه الشغل أبذلنا شغل حتى نوصله إلى النقطة B، فأصبح الجسيم أو الشحنة الاختبارية اللي عند نقطة B اللي هي تكون أعلى من الـ A، هنا راح أكيد يكون الطاقة أو طاقة الجهد إلى تكون أعلى. واضح الآن شلون طلاب؟
فعند زوال أي هاي القوة الكهربائية عنها أكيد راح ترجع إلى وضعها الأصلي، وهاي هي السالب اللي تشير إنها تبذل شغل على النظام وبالتالي ترجع إلى النقطة الأصلية. هذا تقريبا طلاب مفهوم الطاقة الكهربائية أو الطاقة الكامنة، نقدر نقول طاقة الجهد. فإذا الفرق، فرق طاقة الجهد بين النظام نقطة A ناقص نقطة B هو دلتا يو، يمكن أن يرمز له بهذا الرمز. نلاحظ أن التكامل لا يعتمد على المسار من الـ A والـ B كما في هذه المعادلة الأولى. لاحظ المعادلة رقم 1 طلاب. فإذا من نريد نكامل للتغير الطاقة للـ U B ناقص الـ U A، فأكيد الشحنة راح ناخذ أي شحنة بعد حتى نعممها، سواء كانت احنا شرحنا على الشحنة الاختبارية، لكن أي شحنة أخرى من نريد نعممها فراح تكون هي ناقص كيو من الـ A إلى B في المجال دوت دي اس. هذا تقريب فرق الطاقة أو التغير في طاقة الجهد للنظام. أوكي طلاب، وهذا طلاب التكامل لا يعتمد على المسار، يعني المسار أي سلوك راح يكون، لكن هو راح ياخذ الإزاحة بين الـ A والـ B اللي هي أقصر مسافة بين النقطتين A و B. لذلك طاقة الجهد، انتبه، طاقة الجهد لوحدة الشحنة يعني هذا الـ U أو دلتا U نقسمها على Q نوت، يعني فراح تعتمد على الشحنة Q نوت، فأكيد راح تكون إن الكمية U إلى Q نوت تدعى بإلكتريك بوتنشال يرمز لها بالفي، يعني الجهد الكهربائي هو يساوي لنا الطاقة إلى كيو نوت اللي أخذناها بهاي المعادلة. طلاب لاحظوا هذه المعادلة، لاحظ هاي نقسمها إذا على كيو نوت راح ترجع لنا نفس ما أخذناها، لاحظ هنا هذا يساوي لنا اليو على كيو نوت اللي يساوي لنا الجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي وهي يمثل لنا بالمعادلة رقم 2. ننتقل الآن طلاب إلى الفرق الجهد بين النقطتين. إذا بكل بساطة نقدر أن نوجد بين النقطة A ونقطة B مجرد أنه نعوض عن الدلتا V، هذا فرق الجهد معناته، راح ناخذ مو للطاقة، راح ناخذ دلتا U Q نوت. ملزمتكم وياكم طلاب لاحظوها بالصفحة الثانية والأولى، فيساوي لنا لاحظ هنا طلاب الشحنة من نقسمة على الشحنة أكيد الـ Q نوت اللي هنا كانت راح شنو طلاب تختصر ويا المقام، وبالتالي راح تصير عندنا بس مجرد انه خالية من الشحنة. راح يعتمد انه هنا الفرق بين الجهد عند النقطة B ناقص الفرق الجهد عن النقطة A. هذا ما تقريبا يوضح لنا الفرق الجهد بين وعن الجهد الكهربائي. الجهد الكهربائي شوف اكو بالقانون اكو شحنه اعتمد على وجود الشحنه، لكن فرق الجهد الكهربائي عند تقسيم الدلتا يو الى كيو نوت راح نشوفه بهذه الصيغه، وهذه هي معادله رقم 3. طلاب انه الوحده الخاصه للفرق الجهد الكهربائي او الجهد الكهربائي هي 1 فولت او بالفولت تقاس، والواحد فولت يساوي لنا واحد هي وحدات شنو لاحظوا طلاب جول الى كولوم. جول هاي تنقاس بالجول يعني طاقة على كيو نوت اللي هي الشحنة تقاس بالكولوم، فهذه يرمز لها واحد فولت. اوكي، فاذا الشغل اللي ينجز بواسطة الشحنة خلال مجال كهربائي تملك سرعة، فراح يكون نقدر نعبره بهاي الطريقة كيو في دلتا في. كيو في دلتا في، لاحظ عندما نعوض دلتا في راح ترجع لنا هي فرق طاقة النظام اللي هي تمثل لنا الشغل مرة أخرى. لاحظ من نريد نعوض هنا دلتا يو على كيو نوت والكيو نوت ويا الكيو، وبالتالي ايش راح يصير عندنا؟ يرجع لنا نظام الشغل نفسيته. فهذه طلاب جدا مهمة اللي هي تمثل لنا معادلة رقم 4. اكو فقرة طلاب انه اكو وحدات الخاصة، احنا نعرف الوحدات الخاصة للطاقة او الشغل هي الجول، وهنا عندنا نتعامل مع الالكترونات مثل ما شفناها بالكولوم. الكولوم وحده كبيره كوحده، فهنا يستعاضون عنها بتعويض الواحد الكترون فولت. هذا الالكترون فولت طلاب،
كل واحد الكترون فولت يساوي لنا 1.6 في 10 سالب 19 جول. يعني هذا طريقة التحويل، من تشوفون طاقة تجيكم بالالكترون فولت اضربوا بهذا الفاكتور اللي هو 1.6 في 10 سالب 19 جول. هذا يحفظ طلاب. اوكي، هذا كنظام تحويل. مثل ما يجيكم الليمتر تحولوا للمتر، يجيكم مايكرو كولوم تحولوا للكولوم، وهكذا اذا كانت الطاقة. الان عندنا المحور الثاني.